استقبل حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بدار سلوى مساء اليوم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها فخامته للبلاد. حضر اللقاء معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة. هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين، إذ ترأس الجانب الكويتي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. وعن الجانب التركي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة. هذا وقد تناولت المباحثات استعراض العلاقات الثنائية التي تربط دولة الكويت بالجمهورية التركية الصديقة وسبل تعزيزها وتنميتها على كافة الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. كما تضمنت المباحثات بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات بالمنطقة. هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين، وذلك في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهم في كافة المجالات.